وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار سعادة السيد رضا منفردي، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس. مرحبا بك سيد رضا معنا اليوم في نشرة الثالثة. يا مرحبا، شاكرين لكم على هذا اللقاء. الشكر لك. بداية، نحتفل اليوم في مملكة البحرين ولأول مرة بيوم الشباب البحريني، فهل من كلمة تود توجيهها بهذه المناسبة؟ والله بداية حابة أتقدم بأطيب تهاني وتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وإلى كافة شعب البحرين على هذا اليوم اللي راح يكون عزيز على قلوبنا، ويوم جميل جدا بتسميته يوم الشباب البحريني. نعم، يمتلك جلالة الملك حفظه الله نظرة استباقية استشرافية لتمكين الشباب، ويحظى الشباب البحريني اليوم بدعم لا محدود من قبل جلالة الملك، فلو تحدثنا عن هذا الدعم. نعم، جلالة الملك نظرة الاستباقية اللي عنده بدت في المشروع الإصلاحي. نعم. وهو ركيزة من مرتكزات المشروع الإصلاحي أن الاهتمام بالشباب. جلالة الملك ما في كلمة أو خطاب أو لقاء إلا فيه يستذكر أهمية دعم الشباب، شباب البحريني. إحنا كنا في البحرين عندنا تقريبا نسبة 35% من الشباب من مجموعة اللي في البحرين، فهي مجموعة مهمة جدا. صحيح. للاهتمام فيها، وهي المستقبل البحرين، فهي الرهان المضمون اللي راح تكون المستقبل المشرق ونهض في البحرين. نعم، تمنياتنا أيضا للشباب البحريني بدوام الريادة لتحقيق التطلعات التنموية لمملكة البحرين والارتقاء بالمملكة في كافة المجالات. السيد رضا منفردي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة شؤون الشباب بالمجلس، شكرا جزيلا لك. شاكرين لكم. وأيضا ومرة أخرى، هاي اليوم راح يكون يوم نستذكر فيه الشباب ونفتخر فيه. نعم بالتأكيد، شكرا لك. شكرا.